السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي ناخد صورة من الانترنت ونحطها في برنامج الجيم. بوريكم مثلا صورة زي كده، تعمل سيرش على جوجل على الصورة انت عايزها وتقول له كوبي، وتروح على برنامج الجيم وهنا ممكن تقول له فايل نيو، فيبدأ يقول لك اختار المقاس اللي انت عايزه، او ممكن تمبليت تختار مقاس من المقاسات اللي موجودة هنا. تمام بالشكل دوت. وهنا في بعض الخيارات زي الكالر اللي انت شغال بيه، ار جي بي ولا جري سكيل اللي هو تدرج لوني للون الرمادي وهكذا. طيب ممكن تقول له اوكي يبدا يعمل لك الصوره بالشكل دوت. طيب ممكن تقول له كرييت فروم كليب بورد، هيبدا يعمل لك الصوره ويعمل لك لير فاضيه ويحط فيها الصوره اللي انت خدتها من على الانترنت، الصوره اللي هي موجوده في الذاكره. طيب ممكن تقول له فايل كرييت فروم ويب بيج، فتبدأ تكتب له اسم الصفحة اللي انت عايزها، اسم الموقع اللي انت عايزه، وتقول له create، فيبدأ يحاول يدخل على الموقع ويحاول يجيب الصورة منه. ممكن تقول له create وتقول له انا عايز من السكانر او من الكاميرا print screen، اهو ده الموقع، هو دخل وخد الصورة كلها.